مساء الخير وتحية لكل مشاهدي شاشة الام سي في وين ما كنتوا اكيد عم بتابعونا حلقة جديدة من برنامج انت ادى. نبديها مثل العادة بحماس وزقفة لجمهورنا من علي من الجبل 04444444 هو رقم التليفون يلي بخوركم اكيد تتصلوا فينا، ومجرد ما علق معكم الخط وكنتوا قدا جوائز قيمه رح بتكون من نصيبكم. واليوم بيلا صيبة $1000 اكيد جديد، ولكن مثل العاده البدايه رح بتكون مع بعض الارشادات. على 10/23 فيكم تصوتوا من لبنان على الاربع احتمالات اللي سبق واعلنا عنهم امبارح وعلى مدار الوقت عم تشوفوها على شاشه الام تي في. يا ترى هل هي مايا دياب ام نانسي افيون؟ نانسي افيون الاحتمال الثاني، نسرين الزريق الاحتمال الثالث، والاحتمال الرابع ريتا حايك. من يا ترى هي ضيفة انت ادى؟ فيكم صوتوا من مختلف انحاء العالم. عندكم فكرة شيء من ضيفتنا اليوم؟ فكرة هيك لمحة. طيب، مؤخرا شفتوها على شاشة مصرية وشاشة الام تي في ببرنامج اسمه بنكتشفه بدرجة درجة لما تفتحوا الدرجة المناسبة. خلينا نبلش سوا. ما في احلى من السسبنس، وما في احلى من انه هيك يكون في حماس واندفاع. واول اتصال. الو الو الو، مساء الخير، مين معي؟ مونسوار. مونسوار، مع كريستي. كريستي، مو عم تحكينا؟ صليم. من وين؟ بدي اسمع صوت كريستي بليز. صليم. صليم، تحياتنا لاهل بصليم. وانت قد كريستي؟ انا قد. يلا افتحي لي درجه، نقي لي درجه. رقم واحد. رقم واحد. انت قدا؟ انا قدا. توب كاونتر. والسؤال بيقول اين تقع مدينة ليفربول؟ باي بلد ليفربول فريق الفوتبول؟ ساعدني شوي. يلا، هل هي ببريطانيا، بفرنسا، او بالمانيا؟ المانيا. ميونخ بالمانيا، زيورخ بالمانيا، كل شيء بالاخ بخ لخ بيكون الماني. كل شيء قول بول مول فول. بريطانيا. بريطانيا. باي. للاسف ما كنت قدها. نفتح اول معلومه عن ضيفتنا، هي مقدمه برامج، يعني كل شخص فات على ام تي في الا ما تكون استقبلته، اذا ما عنده فينجر برنت اكيد عرف مين هي وبيصوت على 10/23. الو الو الو، مساء الخير، مين معي؟ روبير. روبير، مو عم تحكينا؟ من المكلس. من المكلس، تحياتنا لاهل المكلس وزقفه لهم كمان. هيدي هيك. يلا نقي لنا درجه. اثنين. درجه رقم اثنين. انت قدها؟ انا قدها. توب كاونتر. والسؤال بيقول مغنيه لبنانيه اشتهرت بغنائها باللهجه البدويه، فمن هي؟ اسمر يا حلو، انا حلوه وعارفه حالي. سميرة توفيق. حافظ لها غنية؟ لا. وين بدي حدا من حدك يقلي شي غنية؟ عطيني اسم غنية لها. ما حافظ. يا ولو على العين مليتي ما حافظينها؟ المامي. على فكرة المامي حافظتها؟ لا. يا كان بلا حافظتها بس مستحية تقول. حافظها. يلا مبروك، ألف مبروك لك، حيطلع لك جايزتين لو سمعت شي. انتوا حرين. انتوا حرين. يعني كان حيطلع لك لرويال وحيطلع لك شيء ثاني، بس لانه المامي ما غنت ما طلعت لك الجائزه الثانيه. وصار عندنا المعلومه الثانيه، هي عارضه ازياء وبضيف لكم عليها حاصله على لقب عام 2007. شو هو اللقب؟ نكتشفه بدرجه ثانيه. الو الو، مساء الخير، مين معي؟ الو، بونسوار. بونسوارين. نور. نور، كيفك؟ تمام، انت كيف؟ الحمد لله، رواق. ينعاد عليك. وعليك ان شاء الله وعلى الجميع. كيف العائله؟ الحمد لله تمام. وين هالغيبه كانون؟ بميل علينا. شو 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 حبيبه حبيبه؟ انا حسيت حالي يا علي. نور، بدي زقف لك لانك مهضومه على فكره. خطر على بالي زقف لك. نور، مو عم تحكينا؟ طريق جديد. تحياتنا لاهلي طريق جديد. يلا يا نور، انت قد ونقي لي درجه. اربعه. درجه رقم اربعه. يلا هات نفتح درجه رقم اربعه. حغير لك السؤال لانه شوي صعب. درجه رقم اربعه وزقفه لفادي ابو الفاد، تحيه لالك، هيك زقفه زقفه عاليه لالو. ضلني معذبك ومغلبك معي يا زلمه. السؤال بيقول ما هي عاصمه النمسا؟ ليالي الانس في فيينا. فيينا. فيينا، كيف عرفتيها؟
مو مخبرتنا. ما مخبرتك وانا بغنيت لك. مبروك يا نور، الف مبروك لك. يلا جولدن تليب بتقدم لك جايزه. وصار عنا معلومه ثالثه، ملكة جمال القارات عام 2007، من هي هالجميلة مقدمة البرامج؟ وسبق وسمعتوا أيضا هيك صوتها ببرنامجها، كان اسمه شوي ومنشوف. أنا كنت ضيف أيضا على برنامجها اللي بحبه كتير، وهي مهضومة وحلوة ومن الشمال. اتصال. ألو ألو ألو، بونسوار، مين معي؟ بونسوار. بونسوارين مايا. مايا من وين عم تحكينا؟ من الدكوانة. تحياتنا لأهل الدكوانة. أنت قدا يا مايا؟ أنا قدا. قديش قدا؟ كتير قدا. هلا معك الخط بسرعة؟ يعني يعني عذبناك شوي، مش مشكلنا. إلي درجة، شو عبالك؟ ثلاثة، خمسة، ستة؟ ثلاثة. ثلاثة على الأكيد؟ أو أنت نقلي شي درجة عزوقك. طيب ليك الخمسة والستة شوي صعبين صراحة. لك أنا ثلاثة. خلاص ثلاثة ثلاثة، يلا. والثلاثة كمان صعبة على فكرة، ثلاثة صعبة. عم فكر غير لك إياها شوي. تمام، انت قدا؟ انا قدا. على الاكيد؟ على الاكيد 100%. بتغير رايك؟ اكيد ما بغير. على فكره حضرت اسالها سؤال صعب، انتم ما كنتوا عارفين. يلا انا بساعدك. يلا، ما هي اعمق بحيرات اوروبا؟ رح ساعدك، هي بايطاليا تحديدا، وبيصيف فيها جورج كلوني، ومنطقه راقيه جدا. هل هي نابولي ام كومو؟ كومو. كومو ليك. كومو مزبوط، برافو عليك. حرام موستاش بتقدم لك جايزة. وصار عنا معلومة رابعة عن ضيفتنا، هي ممثلة. من يا ترى هي الممثلة؟ بلشت بخدني بحلمك مع عادل كرم، كان سيت كوم على شاشة زميلة، من بعدها أيضا كمان كان عندها سوري مام. من يا ترى هي؟ على العاشرة 23 فيكم أكيد تصوتوا. واتصال جديد. ألو الو 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 الو، مساء الخير. موسيقى حلوه على فكره. مساء النور. جمهورنا ليه ما عم ترقصوا؟ مساء الانوار، مين معي؟ كيفك محمد؟ شو اخبارك؟ انا كثير منيح باحلى حالاتي. ماشي الحال. انت مين؟ ليال. ليال، يا هلا بليال. وليك يا ليال، شو هالحلا؟ ليال عم قرب. ليال استحيتي؟ والله مثل خيك انا. يا ليال غابت. ليال الو، صرخولا شوي. ليال ايه معك انا. شو بدك احلى من هيك؟ ليال وين عم تحكينا؟ من صيدا. من صيدا، تحياتنا لاهل صيدا، ونقيلي درجه. يلا يا ويلي، صعبين هول خمسه وسته، عن جد صعبين. بكره بدي هين الاسئله. اربعه ما بقى في اربعه، راحت ليال حبيبي. سته يلا، ستة المفروض تكون هينة عليك. توب كاونتر وانت قدا. من هو الفنان الذي مزج العزف على الجيتار اللي هي آلة غربية مع الأغنية الفولكلورية العراقية؟ من أبرز أغنياته مالي شغل بالسوق، مريت أشوفك. حافظين شوي ولا شي؟ إلهام المدفعي. إلهام الهام المدفعي ام الهام قادم الساهر؟ هيك قلنا العراق الحبيب. شو الهام المدفعي؟ مزبوط. يلا مبروك يا هلا. فاكتوري بتقدم لك جايزه والمعلومه السادسه، برنامج احلى الاوقات اللي تبعتوه على شاشه الام تي في والسي بي سي. من هي ضيفتنا؟ اكيد صار فيكم صوت وصار عندكم فكره. هي جميله برصيد لقب جمالي عالمي، وبنفس الوقت ايضا انا ما عم بسمع. في بريك. اوكي جريت، كثير منيح. حناخذ بريك، حناخذ بريك، طولوا بالكم يا جمهورنا. نحن فتحنا اليوم خمس درجات، نفتح المعلومه لكان الاخيره اللي هي ايضا مغنيه. واذا حابين تعرفوا من هي ضيفتنا، اكيد بتصوتوا على 10 23 وبتتابعونا بعد البريك. عودة لكم مشاهدينا، ومثل العادة بهيدا القسم من برنامجنا بنكشف عن هوية ضيفتنا. ضيفتنا جميلة وبرصيدها لقب جمالي عام 2007.
جذبتها الأضواء وحبتها الكاميرا وعشقتها. مش بس صلت بلبنان وبدأت مسيرتها بروتانا، بل تنقلت من محطة إلى أخرى لكي تظهر وتطل عليكن عبر شاشة السي بي سي والأم تي في بأحلى الأوقات. رحموا معي ببنت شميل نازيا فيوني. هلا هلا رمضان كريم حبيبي حياتي سبا. مولي من القلب هيك انا كثير اشتقت لك. طلعنا معك باحلى الاوقات، حنشوفها قريبا ان شاء الله على ام تي في. مزبوط. ومبروك نجاح البرنامج ومصر يعني عامل بيقولوا عامل الشغل وعامل شغل كده كده هو. كده كده هو. حنحكي اكثر عن كل مشاريعك بالغناء بالتمثيل وهذا التليفون اذا بتحبي تواصلي كمان مع الفانز واللي بحبوك. تويتس لايف هلا. تويتس لايف اني تايم. نحن هون انا بلاحظ دائما بحضرك بلاقيك انه عم تاخذ بريك لتبعت لتتابع مع فانز تبعولك، وهذا الشيء اللي اكيد بخلي كل الناس يحبوك خاصه الصغار. انا بحسهم مغرومين فيك حبيبي. اذا مغرومين فيه ولا فيها شو؟ ليك بلاش انا عبيد الشباب هون والصبايا هون كثير منيح. خبريني كيف كانت زيارتك هيك لمصر من بعد ما بنعرف انك صورتي بلبنان وشفناك عبر شاشه الام تي في والسي بي سي باحلى الاوقات. مزبوط. اللي استضفتي فيه نخبه من النجوم، كيف كانت هيك تلامس هيك نجاح عملك بمصر وبالشارع المصري؟ ليك انا كثير بحب مصر، كنت سافر فيها على مصر فاكيشنز اكثر وشرم وقاهره. بعد تصوير البروجرام اصريت انه سافر لشوف شو عامل رياكشن الناس، لانه كنت عم بتلاقى بناس بيعرفوني بمصر عم بيقولوا لي عم شوف البانويات الناس. صح. انه صرت بتعرفك اكثر، فحبيت شوف هيدا هيك تو انجوي ات كمان. شوفي ادائنا واصل الشعب المصري. سافرت على مصر كانت لإلي كثير حلو انه اكون قاطعه بين الكافيات والناس عم تعرفني. دي نانسي نانسي دي الحلوه دي المزه. صاروا كثير مهضومين عفويه يعني دعدو. يعني بيجوا بيحكوك مش انه بيستغربوا او بيخافوا. سو ات واز فان كثير انبسطت. ات واز فيري جود. وبالاخص كمان البرنامج وسبق وحكيت عنه الصحافي، يعني هو كان نوع من الانترتينمنت الالعاب اللي كنتوا عم تعملوها بين المشاهير والنجوم اللي صادفتيهم. حتى كان عندك تعليق يعني من زكريا فحام ايضا بخبر عاجل كان سبق وكتب بمقالة تحية لانه كان عم بيتابع البرنامج بروح حلوة كثير تابعه. وفي عالم انتقدوا انه نانسي ساعة عم بتغني ساعة عم بتقدم. المهم ينتقدوا هودا اللي انتقدوا. ليش مهم ينتقدوا؟ ليك محمد البروجرام مش هين. مش هين يكون عندك سبع ضيوف كلهم بذات المجال. صح. وكلهم اسمهم لامع. طبعا. يعني انت بتعرف انا كان معي محمود عبد المغني وشفت كذا كذا نجم يعني يعني ست سبع ضيوف عم بيكونوا كلاس المرتبه. صح. مش انه نعبي وبحلقه واحده وكل واحد يكون عنده حقه. بتعرف الفنان عادة بيكون بحب الأولوية لإله وبيحب يكون هو يمكن لوحده بإيجو لحاله. صح. بهيدي الفقرة أو بهيدي الحلقة. هيدا الشيء خلى إنه الناس تحب، يعني إذا ما حبت إكس رح تحب إيجراج، وإذا ما حبت صوت هيدا الفنان فور إكزامبل حتحب. فكان جامع هيدا الشيء وكان مصري لبناني. هيدا يلي ونجح. خلى ونجح كتر خلى. في حلقات حنحكي عنها امتى حنرجع نشوف، لانه شفنا قسم من الحلقات على شاشه الام تي في، ليش ما عدنا شفناهم وامتى حنرجع نشوفهم؟ الجواب رح بيكون عندك، ولكن البدايه رح بتكون من الواحد للعشره، عشر ارقام عليك تختاري رقم، انت اليوم تختاري اللعبه للمشاهدين والمتصلين. اوكي. واليوم انت بتاخذي الاتصالات. اوكي. ام ريدي. انت من يعني بتذكر للاشخاص اللي تابعوا نانسي واللي بيعرفوها، لما كنت تطل على روتانا كانوا يقولوا من اجمل الجميلات اللي كانت تطل. ثانك يو. يعني صحيح انه يمكن كان الدور بسيط الى حد ما، بس ولكن كان له يعني هالقد جمالك ساعدك بدخول المجال الاضواء والشهره. اكيد ما تقول لي جمالك ما ساعدك. قدام جمالك انا يعني انا اذا من الجميلات محمد احلى شاب. يا حبيبي يعني انا ليش بستضيف بنات الشمال؟ مش لانه بس امي من الشمال، لاني بحبهم يا خي. حلو الحلو بيشوف العالم حلوين. شفتي كيف؟ بس قليل بفكروا هيك على فكره. كثير قليل بحبوا على طول يحجموا بس كون مرتاح مع حالك مبسوط. الناس طبعاً. بتحبك اهم شيء الناس اهم. شيء نحن الناس بتحبوا لمحمد. طيب سامعوني كيف بتحبوا نانسي على زقفة قوية. نانسي رقم من الواحد للعشرة. رح نقي 8 لانه هيدا رقم كثير بيعني لي. شو هو هيدا؟ 8 ذات شو بالضبط؟ ما بعرف بيعطيني جود لك. اوكي. اوكي رقم 8 بتتفائل نانسي بالرقم 8 لنشوف شو اللعبة.
لا 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 معنا 60 سنة المتصل حنلعبها مرتين، مرة معك مرة مع المتصلين. أوكي. لا فيني يقولوا إيه لا فيني يقولوا لا، معهم 60 سنة. هلا لا إلا لا أنا بحضر لك هيك أسئلة حتكون حقيقية وإلها علاقة فيكي. أيه. يمكن تكون هيك بعد الشائعات اللي طلعتك، مش على طول، على طول في شائعات حواليك، في على طول هيك علامات استفهام إذا بدك، يمكن نمط عايشك أو يمكن أنت الأضواء إجمالا، أي صبية حلوة تكون تحت الضوء بيكون عليها على طول إنه طلقت تزوجت، رح نعرف كل هون خلال الحلقه وخلال الحديث. اتصال معك. يلا الو. الو بونسوار. بونسوار. مين معي؟ ليلى. ليلى؟ ايه. من وين يا ليلى؟ الحدث. من الحدث. حدث. اوكي بدك تلعبي يا ايه يا لا؟ خليكي ثاني يعني ليلى لانه يعني ما لازم تقول ايه او لا. ممنوع تقول لا إيه لا. خذي بوز معنا ليلى. شرفك. شو الاخبار؟ لا فيها تقول ايه يا مدام، بعد ما بلشنا اللعبه بعد ما قلت لي انا قد لا إيه لا 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 فيك تقولي ايه لا فيك تقولي لا. اوكي اوكي وانا حصور هلا نانسي على الهواء وحط لكم اياها على تويتر. نانسي يعني دغري اول ما تطلع صوره دغري البوست بروفيشنال يعني كانت عارضة ازياء كفي لك اياها غسان حبة للخبريه. ليلى انت قدها؟ ليلتي ليلى انا الو. وطيلي صوت التلفزيون لو سمحتي، وبدي منك تركزي كثير منيح وتسمعيني عبر التليفون. صوتك كثير حلو يا عفيف. ايه اوكي خلص تصوير محمد هيدا التليفون. يلا انت قد ليلى توب كاونتر، شو اخبارك؟ الحمد لله كله رواق. نعم نعم شو ليلى؟ نعم شو يعني نعم؟ نعم ممنوع يا ليلى. ليلتي يا ليلتي ولا لا خيرا بغيرا. ما هلا انت فيك تنقصيها، ما قلت لها ردي معك 60 سنه انت فيك تنقصيها. انا ليلى اذا عم تسمعينا اذا ربحتني اليوم هلا نانسي تستلمي هديتك. انت قدها نانسي؟ يلا انا قدها. طب كاونتر بلاش الكاونتر. نانسي حضرتك مطلقه او متزوجه؟ متزوجه. ها ليش بضلها بتطلق هالشائعات مؤخرا؟ مش من فتره كثير طويله سمعنا شائعه انه طلقت نانسي. لانه اللي بغاروا كثار. ليه بغاله؟ شو عندك شيء هيك بيستفزك؟ ما عندي شيء. ما بتستفزي؟ جمالك ممكن يكون بيستفز البعض؟ كثير. ليش؟ اكيد انا كنت اول اطلالتي لقي انه البنات كثير بتغار، لقيت لي من بعد زواجي اكتشفت انه الشباب بتغار. كمان بتغار عليك انه بتغار عليك من زواجك يعني بتتمناكي لهم؟ بتغار بتغار انه قد البنات تقريبا. اوف. يعني عم بتعاني من الغيره بفهم من الجنسين، من جنس الشباب والسيدات. اي بيقولوا على طول الصبايا لما بدهم يكونوا هيك كيدين يعني خافي من يعني ما تخافي من الصبيه اكثر ما تخافي من الشاب. انت كبنت بتوافقي بهالمقوله؟ البنت معروفه غيرتها لو فيها توصل بتغار البنت من بنت تانية حلوه. جربوا يقتحموا حياتها. ربحت. ليلى مبروك. انا شو مركزه معه؟ مركزه ما كنت على عفوك، ما جربت استفزك بس ما قدرت. كثير مركزه معي. كثير كنت مركزه. انا قدها ولا لا؟ على قد قدها وقدود. انت اللي قدها. بدي منك رقم وبدنا نقول مبروك لليلى الشوع ستور بيقدم لها هديه السينما من الام تي في ورقم جديد معك. يلا رقم واحد. رقم واحد الطوق للنجاح. طبعا طبعا. وامشي بحالك. بالغناء ام بالتمثيل ام بالتقديم؟ بكل شيء محمد. انت بالحياه بتعيش لتوصل حالك بالحياه بالمجتمع بعائلتك قدم حالك تكون نمبر 1. هلا يمكن هيدا حلم بس توصل لهيدا الحلم بطريقه هيك بيسفل مع حالك تنبسط فيه. تخطيت صعاب كثير. اذا بدي اقول لك اليوم على نحن من الواحد للسته ست درجات وي. على مقياس سته وين بتحطي حالك؟ على اي درجه بمسيرتك العمليه والمهنيه؟ ما بعرف صراحه يعني يعني انت بينك وبين حالك اتشيفمنت انت شو حققت من الواحد على من اصل سته؟ حققت من كل حلم كان عندي بارت منه. بس عرفتي اقول بعدك بنص المشوار؟ يعني اذا بتقلي على الصعيد الفن ليتس سي هيدا حلم وبعتقد اي حدا بيوصل. يعني شاكيرا من 2 ويكس حطت انه صار عندها 100 مليون فولورز. صح. بعدها بتطمح انه يصير عندها 1 مليون يعني. سو دائما انت بالفن بالتمثيل بالتقديم طموحك ما بيوقف. ويمكن انا كنت اطمح انا وصغيره انه اقدم برنامج مثل احلى الاوقات
وتعدي بمراحل الحلقات. هلا انه بضل عندك هيك درج، يعني هو مش 6 درجات، هو درج كثير. انا اخذتها صغرت لك المقياس، يعني فيها نقول مثل ما انت بتقولي على طول بعدك بمنتصف الطريق وعم تسعي على طول الى الاحسن. ودائما واي حدا نوصل للكمه دائما بيقول انا بالنص، لانه اذا وقفت لمحله قلت صح. انا عملت كل شيء اتس نوت فان، ما بقت تتسلى بشيء ما بقت تحب. حنحكي عن التمثيل وعن الغناء، ولكن نغمه وغنيه هي على طول اغنيه من الزمن الجميل. منعيد هيك احياء بما انه هلا سالتنا عن سميره توفيق الفنانه اللي بحبها كثير واللي اشتهرت بعالم العربي في قسم، زعلت انه ما يعني مش سامعين. لازم على طول نحيي الاغنيات الجميله اللي أكيد. هي نحن نتغنى فيها واغنيه المكتبه الموسيقيه العربيه. الاتصال معي يلا نغمه الغنيه. بونسوار. بقول اليوم انا الشباب حيتصلوا اكثر من الصباح. هاي هاي. مين معي؟ ماري دويهه. ماري كيفك؟ منيحه. من وين عم تحكينا؟ من النبة برمانه. بتحبي رقم واحد؟ متفقين؟ عادة. اوكي بدك غيره ولا بنغير لك الرقم او سفا؟ سفا. ماري مش طالبه كثير. حبيبتي ماري نغمه وغنيه، بتحبي نساعدك او لا؟ اكيد. يلا بدها تغني يعني؟ بدها تغني، بدها تسمع الغنيه وبدك تغنيها كمان. يلا انت قدها؟ عم بيوصلها واتساب كمان ماري. ماري ما عارفينك على الهواء. سايلنت سايلنت تا تا كمان بعد عم يوصلها. ماري حبيبتي مين عم تحكي؟ تسلمي لي انا. قولي له قولي له او قولي له يحطوا على ام تي في يحضرونا. ايه اوكي. يلا تركيز تركيز. يلا انت قدها؟ اكيد. نسمع سوا الاغنيه. انتو انا انتو انا يا ريت فينا نطير، يا ريت فينا نطير، يا ريت فينا نطير. كثير حلوة هالغنية، كثير بحبها. يلا ساعديها. شو على بالك ماري؟ ما عرفتيها؟ ني فنانة ماجدة الرومي. برافو برافو. أضواء صليبة بتقدم لك أكيد جايزة تستلميها من الام تي في. الأغنية كثير حلوة، بتحبي ماجدة الرومي؟ كثير بحبها. ها؟ كثير. يعني بالفيرست دانس كانت هيك حطيتي شيء بعرسك؟ لا محمد، بس إنه بحبها يعني. أوكي. بركي على الأنيفرساري هلا. معقول. شو حضرتي لهم مفاجأة أو سكوب لكل المعزومين على الأنيفرساري؟ حضرت لهم سكوب نمبر 2. يعني مش معقول، يعني بتخيل انه حلو السسبنس بالحياة. مش معقول انه هلا ادق لهم اقول لهم عملي انيفرساري. اوكي بس لما حتعملي توقعوا معه ملحق ما بنعرف شو هو. دايما دايما مع نانسي. انت بتقولوا في بعض الاشخاص بتتهمك او يمكن الاقلام انك انت بتحب تصيري هيك البلبله حواليك، انه تفتعلي امرار يمكن هيك بعض الامور او بتسجلي مواقف معينه لحتى ترجع هيك مثل شو؟ بيقولوا مثلا على لما صار مثلا تاجل زفافك مره، انحكى انه ما بعرف كذا كذا سيناريو انحط، يعني انعملت قصدك بروباغندا يعني. بروباغندا عم تعمل. واو ساري حياتي خليتك تعمل عرسين بس للبروباغندا. يعني مش معقول الناس، مش معقول انه اكيد انت بحياتك الفنيه بتعوز تعمل قصص لحتى يمكن تعمل دعايه لغنيتك. اصلا الفنانين دائما بيعملوها انه فات على المستشفى تكسر ليسمع غنيته النظر بس فيه. انا هيدا موضوع كثير شخصي وبعتقد منا لعبه صراحه. كم صبيه بدي اقول لك اياها، انتوا الصبايا بين بعضكم، انا عندي اصدقاء صبايا بتغاروا من بعض، بتغاروا على شاب على على يمكن لوك على قصه شعر على برنامج. كم صبيه لما خلينا نستعمل التعبير مثل ما هو على اللبناني بيقول لك اذا شمته الى حد ما انه ها ما صار العرس او تاجل، بس قد ايش دغري لما صار العرس هيك تبدلت الوجوه. انت قلتها يعني اللي بغار بيتمنى لك الشر، وهودي يلي بغاروا بعدهم بغاروا وبعدهم بيكرهوا الشخص بس لانه عنده قصص ما عندهم اياها. هيدا الشيء بزعل عليهم صح. بس وقتها صار العرس كثير ناس صارت تحكي وهيك، بس بعدين سكتوا. الله تما قلن غير شيء. هيدي ناس يقفلوني.
على فكرة لا شك انه على طول واحد كمان بيكون تحت الضوء بيصير في عنده هيدا، بس انت قدى وكنت مع رودريك بنوجه له تحية اكيد، وبعرف قديش انتم بتحبوا بعض ومبسوطين مع بعض وتاتش وود ورقم جديد. ثانك يو. رقم 4. غلط بغلط على ناس قال لا لا فين يقولوا شيء مزبوط، كل المعلومات لازم تكون خطا، يعني اذا مغروم بتقول لا مني مغرومة، اذا مزوج بتقول لا عزبة، اذا شاب بقول له انت شاب بقول لي انا بنت، كل شيء لازم يكون غلط. أوكي. وتسلسل الافكار لازم يكون مش مزبوط. اوكي قديش نحن عايشين بتشرزم بعالمنا العربي، عيشوها لمده 60 سنه، يا ريت بس بيعيشوها بهاللعبه عن جد. يعني مش معقول. كثير حبيت انت اليوم قبل ما ناخذ الاتصال بدي ارجع اذكر بشغله حلوه، مهضوم بتقدم برامج وحنحكي عن الغنى، ليش غنيتي وتوقفتي؟ بس حتى بتسجلي مواقف امرار، يعني على الرياضه كان لك موقف بين الرياضه لحظه بلشت؟ ايه اوكي لا لا بدي اياكي صح بصح، لا مش غلط بغلط. اوكي ايه عادي عادي. بدك صح ولا بدك غلط؟ بدي اياكي تقولي الحقيقه. اوكي قديش انت جريئه على السوشيال ميديا، بتعطي رايك من دون ما يسيسوك او يحاسبوك اذا بدك، لانه احنا اليوم ببلد مزبوط اي راي حتى بالرياضه بتعطيه تسيس دغري تلقائيا. ليك محمد بعتقد كل الناس عم بتعاني من هيدا الشيء، بالاخر عندك رايك وقت رايك ما بيأذي الطرف الثاني، ما بعتقد لازم تاخذوا هالقد بطريقه اجريسيف، ولانه الناس اوقات بتكون يعني اون ذا سبوت بيقولوا اكس واجراج ال هيك، وايل كثير ناس يمكن عم بتقول وعم بتساعد بقصص بشعه عم بتجيش وعم بتحرر. سو انا بقول رايي، انتمائي السياسي ما بحياتي مش عبرت عنه لانه ما عندي ما عندك انتماء قوي بخليني اطلع وعبر، اكيد في جهه معينه بدعمها لانه بلاقي يعني شغله يمكن بناسب تطلعاتك او اكتف exactly. او شيء اي جهه. انا مثلا 14 اذار بس بتمنى انه 14 اذار ترجع اول ما بلشت 14 اذار بكل الكادر يلي كان موجود بكل هول الاسامي القويه يلي كانوا عن جد عم بيشتغلوا. هلا اكيد في اغلاط وبعدني بلاقي بارت حلو which is هيدا اللي بحبه، هيدا رايك طبعا، ونحن ببلد ديمقراطي المهم نحترم بس غير هيك بعض على اختلافاتنا. ما بعطي رايي. بقول لك مبروك على الرياضه، يعني على الرياضه مبروك انه ربحوا الرياضه. قد ايه تحمستي؟ بح صوتك او كيف؟ ليك من انا وصغيره يعني خيي كان رياضي، بتعرف انت بتتاثر ببيتك بمحيطك يعني بعائلتك، مثل انا خلقت كل عائلتي برازيل يعني كبرت هلا صرت مجبوره ايه طبعا لانه الجنسيه والباسبور ايه طبعا، بس في قصص تاخذها من بيتك من عائلتك، هيدا منه غلط يعني صح. وبحب الحكمه اكيد، بس انه هيك ديب انسايد. انت بتشجع الرياضه حقك، بتشجع بالمونديال اي فريق بديك بالباسكت، وبنقول لها مبروك وزقفه لنادي الرياضي كمان ولكل لاعبينه. غلط بغلط. الو الو مساء الخير، مين معي؟ لينا. لينا مو عم تحكينا؟ من الاشرفيه. تحياتنا لاهل الاشرفيه. نانسي نقت لك رقم 4 وعجبتكم هاي لينا، كيفك مو عم تحكينا؟ ايه هيدي النغمه جمهورنا مهضومين. للون نقت لك غلط بغلط، ممنوع تقولي شيء مزبوط، ونانسي فيها تساعدك بالمرادفات. يلا اوكي انت قدها؟ انا قدها. طب كاونتر ومنبلش. لينا مين لينا؟ ايوه وين عم تحكينا؟ من نيويورك. نيويورك بالولايات المتحدة؟ لا بلبنان. بلبنان. لبنان مش عاصمته بيروت؟ لا لا شو عاصمته؟ نيويورك. نيويورك يا اخي زلعان اسم الله عليها فظيعة. شو اسمك؟ انتبهي شو اسمك؟ مارك. مارك اها. مارك اسم شاب؟ لا اسم بنت. اسم بنت، برافو عليك وعاشت الاسامي، يعني اللي بيسمعك وبيصدق فتنا على جحيم. قلتي لي لكن كيف معلوماتك بالجغرافيا؟ كثير منيحه. كثير منيحه وانت قدها، برافو عليك. برافو. لانه معلوماتك عن حقيقه ابدا مش منيحه بغلط بغلط، وانت قدها، الف مبروك لك. فير بتقدم لك جايزه، بدنا منك رقم ثاني. 7. رقم 7 علامة النصر، بتحسي حالك بنفتح رقم 7. بتحسي حالك لما غنيتي وشفنا انك رحتي الى هوليوود وكان عندك التجربه باللهجه او باللغه الانجليزيه، ليش ما كفيتي؟
ما كفيت لانه كان لازم اعيش بامريكا وكفي وكنت اوريدي صرت انا ورودريغ على علاقه وصرت هيك صار قلبي بلبنان يا ويلي لما تحب يعني ورجعت على لبنان وهيدا الشيء خلاني انه ضحيتي على مهنتك يعني على الشهره العالميه كرمال رودريغ بيستاهل رودريغ ورقم سبعه شو مخبي لنا يلا سيبا من الموبيلي توب اليوم زميلتي جينيفر هي رح تتولى عملية انه تاخذ الاتصال ومعها 1000 دولار تمام؟ اوكي يلا جيني لك الهوا هاي رمضان كريم اليوم بفقرة يلا سيبا معنا ست جديد مشاهدين عليكم تجمعوا 4 غراض يعمل مجموعهم 2000 دولار لتربحوا 1000 دولار تقديمة موبيلي توب واتصال الو الو هاي جينيفر الو هاي مين معي؟ سارة سارة من وين عم تحكينا؟ من الزوق يلا سارة بديك تنقي 4 غراض يعمل مجموعهم 2000 دولار اوكي ركزي منيح ما معك كثير وقت انا حجرب ساعدك يلا سارة اوكي شو منبلش اول غرض الطاوله بناخذ اول غرض 350 دولار يلا 3 غراض سارة ما نون صعبين قدامك مبينين الكنبه ايا هيدا اللي على جنب هل ها اصلا ما في غيرها مسعره حناخد 1500 دولار يلا بدي غرضين بعد بدي يلا شوفي شو انا وين واقفه حتشو ليك بتضوي كثير حلو بالعتمه لامبادير يلا بناخذ اللامبادير 100 دولار بدي غرض واحد ب 50 دولار هيك شيء صغير اكسسوار يلا معك 40 ثانيه يلا ساره الطاوله واللي ورا الصغيره لا جربي شيء ثاني شيء ثاني ايه يلا رح ساعدك بدي غرض واحد 50 دولار هيدا اللي قدام ما بعرف اذا مبين عليك على الكاميرا على الارض وي على الارض اللي قدام الفاز وي بس. يلا 50 دولار مبروك يلا. سارة ألف مبروك كنت أداة بتربحي 1000 دولار تقديمة موبيلي توب ألف مبروك للموبيلي توب في جينيفر عزارة اللي ربحت 1000 دولار اليوم ونحن متابعين نانسي بحديثنا ورح نكفي معك برقم من بعده حنحكي شوي عن سبعة فتحناه ايه فتحنا بالسبعة علامة النصر شو على بالك؟ اثنين اثنين عايشين اثنين اثنين انت ورودريغ رقم اثنين عقبال ما تصيروا ثلاثة رقم اثنين يعني السؤال كثير مهضوم عن هالمكنه اللي عم نشوفها اليوم انا بحاجه لها لانه رودريغ بيحلق على الشفره او على المكنه بيحلق بيجرح حاله انا لانه انا صراحه ما بعرف ليه عم بسالها هالسؤال لانه في عنا ريبورتاج اغا ساركيسيان شفنا مكنه وانا ما بعرف احلق لاني مزبوط بدي اشكر الصالون اللي بيهتم على طول نهار بتجي هيك نهار بتجي تحت يعني ما بحط ايدك لا ما بحط ايدي اوكي يعني اذا بدي افكر شي نهار اقلب من اعلامي ما بعمل حلاق لاني ما بنفع تحيه يعني لكل الحلاقين يعني البنات عندهم مليون شغله يعملوها الشباب بس دقنهم وما بنعرف نعملها انا طول عمري بعترف انه انتم جنسكم جبار وقوي اكثر من انتم جبارين انتم جبارين يعني مش بس قوية جبارين اكيد يا ويلي وبتهدموا لما بدكم اتصال الو الو مساء الخير مين معنا؟ وديعة ابو جودة من وين عم تحكينا وديعة؟ من بصليم من بصليم نقيت لك رقم اثنين نانسي وطلع عندك اغا ساركيسيان بدي اطرح عليك السؤال شو ميزة هيدي المكنة اللي شفناها؟ اعطيني تو فيتشرز او شو فيها تعمل؟ ايه فيها تحلق مزبوط وتقص ليكي فيها تحلق على الواحد اثنين وثلاثة وأربعة وفيها شو تعمل كمان؟ على الصفر يعني تنعم تنعم تمام؟ مبروك يلا أغا ساركيسيان بتقدم لك جايزة
هالسؤال الحلو تحلق وتلاعب. ألف مبروك لك آغا سركيسة، ونحن متابعين معك بنشرة أنت أدى مشاهدينا مع الجميلة نانسي أفيوني. تابعونا أكيد بعد إمتى؟ أعلى أعلى. أعطيني واحدة بريك مني. بريك. أوكي بريك. For them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. It's the biggie. عودة لكم مشاهدينا لنتابع هالقسم الاخير من انت ادى. والله صابونا بالعين، راح صوتي وصوتي انا كمان. خبريني كيف تستقبلينا هيك للزوار اللي بيجوا على استوديو فيزيون؟ كاميرا لإلك، كيف تستقبليهم؟ كيف بستقبلهم؟ هيك حضرتك انت اشهر من ان يعرف يعني. هيدي خبرية باي ذا واي كثير بتضحك، لأنه كل حدا بيجي على الام تي في أكيد يلي ما بيكون عنده البصمة أو منه موظف بالام تي في بيوصل بطلع أنا على سكرين بقول له أهلا وسهلا فيك بالام تي في، لعند مين جاي؟ يعني أنت عارف الكل عند مين إجا؟ بس كثير ناس اللي بضحك إنه في كثير ناس بيفكروني أنا عن جد قاعدة البروديوسر التركي كمان اللي كان عندك أول تجربة تركية. شو صار فيه؟ وصل عم تي في كان عنده هون كمان موعد، طلعت انا على سكرين نانسي صار بده يحكيني، بعدين قال لي انه معقول انه انا كنت هونيك انه ما سلمت علي وما طلعتي ولا شفتيني؟ معقول انا 24 ساعة ردي قاعدة بس انه لعند مين جاي؟ يا جماعة هي يعني سجلتها وماشي الحال. نحن هلا رح بنشوف نانسي بنشرة انت أدى، واللي عليكم تعرفوه شو الخطأ بنشرة نانسي أفيوني بنشرة انت أدى. بالنشرة مباشرة، أو هيدي هيك إفيه فظيعة. أيوة نشرة أنت أدى، نحن رح نعمل على النشرة شو بو. أوكي يلا كمان تمام خلص يلا كله يلا ماشي الحال ماشي الحال. بالنشرة اليوم تحديدا عليك تقري النشرة كثير منيح، بدك تمشي بالتحولات اللي أنا بطلبها منك، يعني ممكن لك تضحكي مبسطي بغنج بدلع كيف ما بدك، والمشاهد عليه يركز ليعرف شو الخطأ بالنشرة. أنت أدى؟ أوكي أنا أدى. يلا الهواء إلك. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بنشرة أنت أدى. رح أخبركم عني، أنا عارضة أزياء ممثلة مقدمة برامج لبنانية سنة 2003، بدأت بالعمل بتلفزيون روتانا، بعدها انتقلت للتلفزيون تركي وقدمت عدة برامج ناجحة بالتركي. بليز بالتركي. وشو الوغلو وغلو ولغو؟ بيضحك بيضحك بطريقة هستيرية شوي. ألا ألا ملكة جمالك. بكي بكي ابكي على حظك. طب ما ما عم تمشي الاوتو كيو. اوكي ومن بعدها اتجهت للغناء وصورت كليب بهوليوود. وبال 2013 قدمت برنامج احلى الاوقات يلي بنعرض بسمه خفيفه على على محطه الام تي في. حاليا عم بشتغل على ديو مع الفنان العالمي ريكي مارتن، رح صوره باسبانيا. النشره الاخباريه انتهت، تصبحوا على الف خير. الله اتصال على السريع يلا لازم شو الغلط بنحشد. مش معقول. الو مساء الخير، مين معنا؟ ايفون. ايفون من وين عم تحكينا؟ من المنصوريه. يلا يا هلا فيكي، وشو الغلط بنشره انت أدى لليوم؟ انه عم تعمل ديو مع ريكي مارتن. حتعملوا ديو مع ريكي مارتن؟ انه ليش لا يعني؟ ليش؟ هالقد لقيتيها يعني غلط؟ انه سري يعني انا وريكي مارتن ما بنلبق. شو جمهورنا بتلبق ولا لا؟ انت الجواب عندي. هو غلط يعني، بس هلا انت حطيت لي اكثر حدا بحب انه اعمل معه ديو. اها رح ابكي عن جد. ليك ايفون عم بتقول لك بنلبق لك، مبروك يا ايفون بنلبق لك الربح. وانت قدها؟ نانسي نحن ناطرين لك ان شاء الله اكيد باعمال جديده، بنعرف انه في عندك عمل هلا ايضا كمان ببصر مع السي بي سي، حيكون سي بي سي مزبوط. والحلقات اللي ما شاهدناها على الام تي في حنرجع نشاهدها، رح ترجع تنعرض لبعد رمضان. هو بعد في ثلاث اربع حلقات تقريبا. صح.
سو بعد رمضان ومنبلش ببرنامج جديد. الف مبروك لك ونجاحك بمصر، يعني ام الدنيا مصر، كل واحد عنده حلم اكيد يوصل له، وانت قد برافو عليكي، خليكي بهيدي الهمه ان كان بالمنوعات وان كان ايضا بالتمثيل، رح بنكون ناطرينك، بنعرف انك مأجلتيها. ونحن على طول حلقتنا في هديه من فيوديلي دونا بتكون لضيفتنا او لضيفنا، واليوم ضيفتنا مميزه، فالهديه طبعا بتكون مميزه. كرم اكيد رح يتولى عمليه تسليمك الهديه، وبدي اشكرك كثير على حضورك. انا بدي اشكرك محمد، وبدي اقول لك انه يعني برنامجك انت قدها، بس انا بدي اقول لك انه انت ما حدا قدك يا حبيبتي يا نانسي، انت اللي قدها. مشاهدينا اربع احتفالات بكره، فيكم تعرفوا مين ضيفنا اللي رح اقول لكم اياه، انه ضيفنا بكره من ام الدنيا مصر. من هو؟ فيكم صوتوا على الاحتمال الاول هيثم سعيد، الاحتمال الثاني ايوان، الاحتمال الثالث تامر حسني اللي بنحبه كمان كثير، يا ريت بيكون ضيفنا كمان خالد سليم. مين ضيفنا؟ تابعونا عبر تويتر وانستغرام. باي. That I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.